وهذا يدخل في استراتيجيه خلق المناصب. تكلم عليها سيد رئيس الجمهوريه، رانا ما كاش دوله في مده، صدقيني نقولك في مده حال من ندوه الانعاش الصناعي من 4 ديسمبر 2021 الى غايه اليوم، الى غايه اليوم رانا اكثر من 26 الف منصب فعلي تم انشاؤه، وحنا الهدف تاعنا وصول الى 75 الف في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وفي ظل جائحة كوفيد، في ظل ركود اقتصادي عالمي. ولكن الحمد لله رانا بخطوات، لازم نثمن هذه الخطوات، وإن شاء الله أنتم كإعلاميين أنقلوا كاين أمل، أمل لهذه الجزائر الجديدة. الحمد لله بنينا مؤسسة الدولة، ولكن بفضل نهج ووعود سيد رئيس الجمهورية تتحقق واحدة بواحدة. المنظومة القانونية سوف تصدر، وإن شاء الله سوف تكون ولاية بشار قطب للاستثمار، قطب للاستثمار. اليوم وصلنا إلى 1097 قطعة تم استرجاعها، كنا نتكلم على 400 هكتار، اليوم وصلنا إلى 500 هكتار تم استرجاعها، وسوف توزع إلى المستثمرين الحقيقيين بالمنظومة هذه القانونية الجديدة إن شاء الله، بأكثر شفافية إن شاء الله وفق معايير محددة.